بيواصل المواطنون التوافد على الحديقة الدولية في مدينة نصر للاحتفال برابع أيام عيد الأضحى المبارك. تفاصيل أكثر في رسالة زميلتنا مرنا عادل. مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم من الحديقة الدولية، أحد أهم الحدائق في حي مدينة نصر ومصر الجديدة وأحد أجملها في القاهرة. هذه الحديقة المشيدة على مساحة واسعة 55 فدانا من المساحات الخضراء والزهور والأشجار والحدائق الصغيرة المنفصلة التي توفر لكل الأسر الخصوصية التامة لقضاء عطلة عيد الأضحى بخصوصية. يمكن لكل أسرة أن تجلس في حديقة من هذه الحدائق وأن تتمتع بحرية وخصوصية كبيرة داخل هذه الحدائق. جدير بالذكر أن هذه الحديقة تقدم العديد من المغريات لكل زوارها، منها مدينة الملاهي التي لها مساحة كبيرة ويقبل عليها الأطفال والكبار والصغار، ولكن أيضا من أهم المغريات التي تقدمها الحديقة الدولية هي حديقة الحيوان المصغرة والتي نتواجد فيها مع حضراتكم الآن. حديقة الحيوان المصغرة تتوسط الحديقة الدولية ويوجد بها عدد كبير من الحيوانات مثل القردة والجمال وأيضا الحيوانات المختلفة، وكذلك أيضا الطيور. يوجد عدد كبير من الطيور إن كانت البغبغانات والنعام والكثير من الطيور. هذه الحديقة على مدار الساعة تشهد إقبالا من قبل الزوار وخاصة الزوار الصغار والأطفال الذين يجدون في هذه الحديقة فرصة رائعة للتنزه مع مختلف هذه الحيوانات والتقاط الصور مع الطيور والبغبغانات الملونة وأيضا مع القردة وإطعام الحيوانات وأخذ فترة رائعة من التنزه والمتعة داخل حديقة الحيوان المصغرة. وجدير بالذكر أن رسوم الدخول لهذه الحديقة هي رسوم يمكن أن نقول أنها قليلة للغاية، فقط 20 جنيها هي القيمة التي يمكن أن تدفعها لتدخل هذه الحديقة وتستمتع بهذه الجولة مع مختلف الطيور والحيوانات التي تتواجد بداخلها. وعلى مدار الساعة كما ذكرنا تشهد إقبالا، مع أن هذه الحديقة قد قامت برفع يعني قدراتها وكل التفاصيل بها قبيل عيد الأضحى المبارك لكي تقدم أفضل خدمة للزوار وتكون يعني بأفضل شكل وأفضل حلة لاستقبال الزوار الصغار بعيد الأضحى المبارك ومختلف الأعياد. هذه الحديقة، الحديقة الدولية، أيضا يوجد بها العديد من المغريات الأخرى، يعني نتحدث عن البحيرة التي يمكن من خلالها الجميع أن يأخذوا مراكب صغيرة للتجديف ويتجولوا داخل الحديقة. أيضا يوجد بها مسرح تقام به عليه الفعاليات على مدار الساعة، يعني فعاليات فنية إن كان من المهرج أو إن كان أيضا فعاليات من السيرك وأيضا فعاليات فنية على مدار الساعة. أيضا هذه الحديقة مقسمة إلى أجنحة وهذه الأجنحة تمثل دول عدة، ولذلك هذه الحديقة سميت بالحديقة الدولية. يوجد جناح لمملكة المغرب وجناح للمملكة العربية السعودية واليابان والصين والعديد من الدول الأخرى، وخلال هذه الأجنحة وفي هذه الأجنحة يتم عرض يعني هذه الدول بطرازها وثقافاتها وأيضا أبرز المعالم التي توجد فيها ولكن بشكل مصغر. فإجمالا هذه الحديقة توفر تجربة رائعة لكل الزوار والذين يتوافدون بشدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ويقبلون على كل هذه الأنشطة وكل هذه المغريات التي تقدمها لهم هذه الحديقة. ولذلك لليوم الرابع على توالي من أيام عيد الأضحى المبارك تشهد هذه الحديقة إقبالا كثيفا لما تقدمه لهم من خصوصية، أيضا من أنشطة متنوعة وأيضا من مساحات خضراء واسعة ومتنفس رائع يوجد في قلب مدينة نصر. هذه الصورة من الحديقة الدولية في مدينة نصر وكل الأجواء التي توجد بها في اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك. بالعودة مرة أخرى إلى الاستوديو.